FM. الكلمة ليك. دونك كنا البارح وعدناكم وانه تعرضنا الى خبر نشر على بعض المواقع الالكترونيه على انه القيادي بحركه النهضه وليد البناني منع من دخول بلجيكا، مع الذكر وانه طبعا هو عنده اوراق اقامه، هو منذ مده حتى صغار ويعيشوا غاديكا، فحبينا سي رجاء مده بن علي الكل غادي في بلجيكا كلاجئ سياسي وعنده دونك الاقامه نتاعه، وعنده حتى دونك فما جرايه واللي تقال وانه بعد ما جا لتونس واصبح نائب في المجلس التاسيسي القعد يتمتع بنفس الامتيازات نتاع لاجئ سياسي. اسمها جرايه معناها تجري، دائما تجري. دونك كان عندنا تسجيل معاه في تصريح ليه، حبينا نمشيو ديما للسورس باش تكون هكاك المعلومه المقدمه على راديو كابا فام فيابل. نسمعوه اش قال في هذا التدخل. هذا الخبر عاري على الصحه، وهذا هو يندرج ضمن حملات التشويهيه اللي نسبت منذ سنتين التالي قبل الانتخابات مرحله المجلس الوطني التنفيذي، من اتهامي بقتل المرحوم شكري بن عيد، ومن اتصالي بالارهابيين، ومن الاتهامات الباطله والزائفه. هذوما ناس ما عندهمش اخلاق، هذوما ناس ما عندهمش معناها مصداقيه، ولذلك انا ما عندي حتى تعليق عليهم، لانهم معروفين بانهم هم هذوما ما يعرفوا كان يلوجوا على الاشاعات الزائفه بمحاوله معناها جلب الانتباه. اما انا نمشي على بلجيكا للعلم، فانا كنت في بلجيكا نهار 22 اكتوبر وروحت نهار 26 اكتوبر، طليت على اولادي واحفادي وبلجيكا نمشي ونجي عليهم، ما عنديش حتى مشكله مع بلجيكا. الكلمه ليك.